فالجزء هذا الدراري عندنا واحد ضيف سبيسيال، واحد ضيف اللي انا عندي معاه تاريخ في الدومين ديال الفيتنس والتاريخ والاحداث كاملين غتكونوا حضرتو له. دونك الضيف ديالنا الدراري هو معتمد فيت الشيخ. وصل الاحداث كاملين كانوا طارين سنه 2019 في الدومين ديال الفيتنس. معتمد قرر انه يمشي يشارك في كومبيتيسيون ديال الفيتنس بروفيسيونيل، وطبعا خد تجربه في استعمال ديال الهرمونات وقرر يبارطاجي معنا ومعكم التجربه ديالو. صاحبي كبير هذا صاحبي مزيان واش اخي صافا؟ اول حاجه اخي معتمد، حنا فين دابا؟ ايوا لا فامي، حنا دابا في درب السلطان، درب الشرفه، هنا فين زادت الانسبيراسيون، وهنا فين خرج او فين كبر معتمد في الجيخ. قررنا نبداو يوتيوب بابسط حوايج. تقريبا راه حنا الاوائل اللي بداو فيتنس المغرب انا وسهيل، ولكن قبل من يوتيوب، قبل ما تبدا يوتيوب معتمد تكون في الدومين ديال الفيتنس في شي بلاصه، بغيتك تديني الاول صال بديتي فيها. بدايه لا فامي، احسن صال في درب السلطان من احسن صال في السلطان، احسن صال في بديت. لا ولكن تاريخ الزموري غني على التعريف عند درب السلطان. اي واحد في اوروب في امريكان، هذه الناس اللي ولاد درب السلطان ترينو في هذا الصال. هذا اول مره غنتقيد 2009 الصراحه. فاش بديتي يوتيوب كنتي فيه ديجا؟ فاش بديتي يوتيوب فيديوهات راه بديت هنا. حاجه زوينه انا كنشوف كل شيء والشعب، كل شيء كيتقاتل وكل شيء فهمتي كيهرب من الحوايج خايبين، كيجي كيتخشى في هذه البلاصه هذيك وكيديغاجي ديك الانرجي نيجاتيف اللي عندك. من المنظور ديالك انت بعد ما دخلت في يوتيوب بديتي تبارك الله بروفيتي بلاصتك، شنو السبب الرئيسي والاسباب الرئيسيين اوكي هذيك البيريود دوزناها حنا اللي خلات المشكل اللي بدا بينات؟ كونكيرونس الصاف فهمتي، كونكيرونس كونكيرونس ايغو. كانوا جوج انواع ديال البوبليك، واحد كي سيبورتيني انا وواحدين كي سيبورتيني. كانوا الناس كي سيبورتيني بجوج، كل لوبجيكتيف ديالو كانت زوينه، كانت بيريود زوينه، كانت زوينه صح. ودليل على ذلك اننا رجعنا دابا بكونتوني اخر ولكن بالعربي. مرور هاد البلبله هادي كامله، حاولت نصلح الامور شويه ولونسيت داك التشالنج عشيري. قول لي كيفاش تقبلتي التشالنج بعد اول مره في شي الفيديو؟ خويا التشالنج تقبلته ماشي عادي صافي، فهمتي جاتك شي حاجه لا فلان ما عرفتش شي حاجه زوينه؟ لا ما عرفتش شي حاجه زوينه، ولكن هي ما زوينه حتى شي واحد فينا صافي، زوينه البوبليك ولا غيستمتع بها. شوف ولكن راه داك التشالنج راه كان فهمتي واحد فينا كان غادي. خلي الراي ديالك دابا، خلي الراي ديالك. ناخذ الراي ديال واحد الدري صاحبك كان معاك في هاد لابيريود هذا، قال عليه واش عشيري صاحبك قال لنا التشالنج عشيري ما عجبوش. بالنسبه لينا حنا ما كانش مزيان، بالنسبه لك انت خويا العلاوي معتمد، انت كنتي صاحبه في ديك لابيريود، دونك كنتي كتشوف كاع الكواليس اللي كانوا طارين. معتمد قبيله قال لنا حنا كنرجعوا عنده، قال لك حكا من ناحيتنا حنا، يعني من ناحيتنا اللي درنا التشالنج كانت شويه نيجاتيف. بالنسبه لي انت صاحبه وكنتي حاضر معنا ذاك التشالنج، شنو الراي ديالك على ذاك التشالنج بالنسبه للفيتنس في ماروك واللي جاو اللي كانوا متبعين، الامباكت اللي كانت على داك التشالنج؟ شوف باش نكونوا واقعيين، التشالنج قبل ما يبدا كانوا بزاف ديال البلانات خايبين، كان بنادم هو تنبع من 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 واحد لونفيرونمون كان توكسيك. فوالا، دونك بنادم اللي من جهتك كان كيشوف معتمد بواحد الشوفه خايبه، من جهه معتمد كان كيشوفك انت من واحد الجهه خايبه، كاينين بنادم اللي حيادي كان كيقول لك لا فلان انت اللي خايب، فلان كذا هادي، فلان كذا هادي. الحاجه الزوينه بس على الفيلم هو ملي طرا داك التشالنج وبانت الكاميرا انكم نتوما، واخا راه كان قلبنا ابيض ميسي كريستيانو حيدي الروينه هادي، ولكن راه كيسالي الماتش كيتسال فهمتي. دونك حتى دوك بنادم اللي كان من جهتك كاعلى معتمد لا من جهته كاعليك، ملي غيتلاقاو ما يبقاوش معايرين، لا انا راه من جهه معتمد لا انا من جهه سهيل، يقول او تشارك راه تصالحوا ضاحكين علاش حنا. الله يرحم لك الوالدين فهمتي. بحال قلتي كان عطينا واحد الانرجي بوزيتيف من بعد مساله كبيره. اذا جينا نعطي واحد البورسونتاج راه غير واحد 10% اللي كانت خايبه راه ولات واحد 90% زوينه. حنا ما غنحسوش باكثر ما يحس بنادم اللي كان غير فار، راه هذا هو فين كاين. دابا صبر، انا بغيت نعرف دابا معتمد علاش قال لك نيجاتيف بالنسبه ليه هو من المنطلق ديالو. سيس بك سوكيتي فهاد باسكو كيفاش جاك انت انه امباكتك نيجاتيف. بغيت نعرف كيفاش التشالنج هذا تقدر امباكتك نيجاتيف كما قلتي لي. ماشي امباكت اني نيجاتيف، هو التشالنج هذا فهمتي كان لامباكت ديالو على البوبليك وعلى الدراري لي زون، سيرتو في الدومين ديال الفيتنس كان شي حاجه واعره. ولكن بالنسبه لينا اون طونكو بجوجنا دي زاتليت، بجوجنا دي يوتيوبر، بجوجنا بحال قلتي الرجاء والوداد صافي فهمتي. ملي كتخسر الرجاء شنو كيطرى للرجاء؟ كينوض على فهمتي كدا ويطيح. دونك بنادم كيمرض الصاط، هي كانت من ناحيه كيدخل في واحد. دونك انا علاش هضرت برو على حساب انا وانت، حيت كون خسرت انا راه غنمرض، حتى ملي خسرت ما مرضتيش صبرو، ما تقولش لي ما حسيتش والو. الا كنتي كدوي على التحدي بيني وبينك في هذيك اللعيبه طبعا الناس واحد ما كيبغي راسو يخسر اصاحبي، ولكن اون جينيرال عشيري ملي حطيت الفيديو وشفت الامباكت وكيفاش بنادم عجبو الحال بالعكس فرحت، وفرحت بان داك التشالنج طرا. داك الامباكت كان نيجاتيف علينا حنا بزوج، على واحد فينا كون خسر الصاط فهمتي.
دابا كون خسرت انا راه بيان سيو واحد الحاجه اللي صعيبه عليا، صعيب انك تنقزها فهمتي. انا ما كنتش داير هذاك التشالنج انني خاصني نربح ولا نخسر، انا ملي لونسيتو انا ما كنتش عارف واش غنربح ولا نخسر، انا لونسيتو خسرت انت ولا ربحت انت، الاوت كام ديال داك التشالنج كامل كان غيكون زوين على الاندستري وغيكون زوين علينا بجوج، ودليل ان الصد داز دابا 4 سنين 5 سنين وحنا باقي كندويو عليه وباقي بنادم كيجبدوا ليه. واه الا كان عندك قبل 13 عام وما عمرك ما قمرتي، هذا الاشاره ماشي لكم. بالنسبه للناس الاخرين الا بغيتي تربح فلوس عن طريق تجي الفوق ديال المفضله، ما عليك الا بموقع وان اكس بات، كيعتبر من احسن المواقع فاش تقدر دير هذا البلان هذا. وموقع وان اكس بات هو الراعي الرسمي لاكبر الدوريات الاوروبيه والراعي الرسمي ديال فرق كبار بحال البارسا وباريس سان جيرمان. وما تنساش تعمل برومو كود كيبان لك هنايا الجينز وغتربح بونوس ديال 130 دولار. وكليا الدراري غتلقاوه في اول كومونتير وما تنساوش كود برومو. من بعد ما خدنا فكره على شكون هو المعتمد، فين كبر وتكون المعتمد، دابا غادي ندوزو البيريود ديال لي كومبيتيسيون، كيفاش المعتمد جاتو الفكره انه يشارك في كومبيتيسيون بروفيسيونيل، وشنو هي التجربه اللي دوز، وبزاف د الحوايج اللي غادي يعاود لينا هو. دونك حنا كنا كنختلفوا بزاف ديال الحوايج، ولكن صراحه من الحوايج كانوا اصلا دايرين بالبال، وهذا الشيء علاش اصلا حنا درنا الفكره ديال الدوكيومونتير هو المجال هذا ديال الطوباج. انا الغلط اللي كنت كندير هو انني كنت كنعطاكي بنادم، ما كنتش كنحاول نعرف بنادم، وعا باش نحاول نشوف مثلا علاش مشى فديك الطريق ديال الطوباج ولا الاستعمال ولا كذا. انا شوي كونتر هاد ليدي اش غندير، غنعطاكي كاع الناس اللي تيكونوا فيها، وهاد الحاجه كتخليك تكون عندك الصاط واحد فهمتي، واحد بزاف ديال الاعداء اللي ما تحتاجهمش فهمتي، يعني كتضيع بنادم قبل ما تعرف بحال الشكل ديالك مثلا، ما عرفتش من بعد باش درنا بودكاست وكذا فهمتي، عرفت بان عشيري بحالي بحالك تقريبا في كلشي. دونك البلان انا مشيت في الطريق ديال ناتشورال لايف ستايل كذا، انت تبغي واحد كوتي بروفيسيونيل وبغيتي تيستي راسك بروفيسيونيلمون فيتنس، شوف فيزيك ديالك فين تقدر توصلو في كومبيتيسيون مع الناس اللي كيديروا تما داك الدومين. دونك اشرح لينا كيفاش جاتك ليدي، حيت انا ما عنديش فكره كاع كيفاش جاتك ليدي ديال انك تشارك في لي كومبيتيسيون وكيفاش بدات البروسيدور. ليدي كيفاش جات؟ انا من الصغر ديالي وانا كنتفرج في لي زاتليت، كنتفرج في البادي بيلدر بزاف، كنتفرج في لي كومبيتيسيون، وديك الساعات كنت كنشوف واحد البطل المغربي كان كيشارك برا، محمد التوري من احسن البادي بيلدرز اللي كاينين في المغرب فهمتي، احسن واحد تبارك الله، واحد الشيب واحد ديفينيسيون مقوده. دونك صافي جاتني الانسبيراسيون، ولكن عمري توقعت راسي انني حتى انا غادي نطلع ستيج، كنتصور راسي ملي غنكبر غندير فورمه زوينه فهمتي، غنتريني، ولكن باش انني غادي نبدا يوتيوب وغادي نبدا نشارك في لي كومبيتيسيون هادي ما جاتش فهمتي. ولكن بحال اللي قلتي داك القانون الجذب طبقناه، وداك الشيء اللي فكرت فيه دابا فهمتي لقيتو في الفيوتشر فهمتي، في المستقبل لقيت راسي كنتريني، لقيت راسي غنبدا يوتيوب، لقيت راسي غنشارك في الكومبيتيسيون. علاش فاش وصلتي لوحدي في يوتيوب ويد لك الحلم ديالك عاوتاني طران؟ فوالا علاش لا فوالا، ودرتها وشاركت وجبت واحد الشيب زوين وطلعنا ستيج، واخا داك الشيء ما كيشرفش الصاد فهمتي، الحلم ديالك انك تطلع الستيج مغربي بديك الحاله كتسخن في الشمس، ولكن بروفاسي ولكن اصاحبي ولكن هذاك الحلم ديالي انا خديت داك التشالنج مع راسي فهمتي. كيف ما قلنا سوال كنا دوينا انا وياك، يعني بنادم الا استطاع يبدل الجسم ديالو قدر يبدل اي حاجه في حياته، هذا غير التشالنج الصاد في الحياه. الا كان عندك لا ديسيبلين ديال انك تتبع واحد حيت راه اصعب حاجه انك تتبع واحد روتين ديال الماكله وتراكي الماكروز ديالك وتمشي تريني وتجي وتنعس بكري وتفيق عشان تريني دير كارديو، يعني راه واحد ديسيبلين اللي صعيب، راه اكثر من واحد غيمشي يحفظ عنده حفاظها بالليل فهمتي، انت راه كل نهار نهار مورا نهار نهار مورا نهار. اصغر واحد كان في لاصال كان كيترين هو، كنت كنضرب 30 كيلو في بنش بريس، كنقدش عليها كنبدا نبكي الصح، يعني كنت مهووس بهاد الرياضه. من بعد جات لادوليسونس قطعت لاصال، دخلنا في شويه ديال البساله داكشي، ولكن راه بقات لاباس حتى لي بارون فهمتي، يدخلوا ولادهم يترينيو الفن والقتال سواء اي حاجه صار، حيت هذيك هي لاباس، حيت الدري ملي غيشوف راسو ضعف واحد الوقت، حيت كتجي لادوليسونس بزاف ديال الحوايج كيتبدل. قلتي لنا كيفاش جات الفكره ديال اليوتيوب حيت كان خصاص طبعا، ودابا قلنا كيفاش دابا ليدي ديال الحلم ديالك باش تقضي عليك من بعد ما درتي واحد الاتشيفمنت في يوتيوب، بدا كيبان لك الحلم ديالك انك تقدر تحققه دابا. نرجع للموضوع ديال لي كومبيتيسيون اللي انت بغيتي تفهم، انا كنت مهووس قلت لك في الصغر ديالي كنت كنتفرج في البادي بيلدر، كنت كنشوف ذاك المسرح، تعطاتني واحد لوبورتونيتي انني نمشي نتفرج واحد الكومبيتيسيون، تموتيفيت الصاف في المغرب تموتيفيت في ديك الكومبيتيسيون، لقيت راسي عندي واحد الجينات زوينين نقدر نلعب حتى نطلع لذاك ستيج. جيت درت فيديو الصاف، باقي عندي فيديو، كنضرب تراكسون في الدار، من سالت الفيديو قلت لهم لا فامي ما كانش عندي فكره باش نشارك، ولكن غنضرب لكم موعد ان شاء الله الشي العام الجاي غنشارك في كومبيتيس. انا يوتيوب كنت واخده بحال واحد تشالنج فهمتي، كنت كنقول للناس اللي متبعيني الدراري كنقول لهم غندير هاد الحاجه، دونك اون فوا كنقول لهم غادي نديرها تقيدات عليا، خاصني نديرها فهمتي، خاصني نوصل لها. واحد اللعيبه يلاه حتى ان بزاف الناس الزاتليت اللي كيشاركوا في الكومبيتيسيون كتسولهم تيقول لك اكثر حاجه كيتشكاو منها
تيقول لك حنا كنخسروا واحد الفلوس بزاف في لي كومبيتيسيون، وملي كتشارك في المغرب ما كاينش واحد العائد مادي. يعني بزاف الناس كيركزوا على البلان ديال العائد المادي. واش انت عندك نفس البلان، ولا انت ملي شاركتي في الكومبيتيسيون الهدف ديالك كان باسيون وتحقيق حلم اكثر من انه كان مادي، ولا بحالك بحال كاع الناس؟ فهمتي هاد الرياضه هادي هي راه ماشي، فهمتي حنا هي ماشي رياضه، حنا كنفهمش هي راه ستيل دو في، دونك هي راه اسلوب حياه. دونك طونكو تطلع شي كومبيتيسيون راه مايمكنش غادي تسنى واحد انكم الكومبيتيسيون. يعني كاين بيزنس اللي تقدر ديرها بالبادي ديالك، انت كتولي برودو، فهمتي يعني انت كتولي برودو غادي تبروموتي راسك، تقدر تخدم كوتشينغ، تقلب على لي سبونسور، غادي تخدم على راسك واحد اللعيبه. تسنى شي حاجه، انا دويتك على دابا المونطاليتي ديالك في ذاك الوقت فاش كنتي انت غادي تبريباري كومبيتيسيون، غادي تبريباري كومبيتيسيون. واش التركيز ديالك كان تحقيق ذاك الحلم، ولا اش كنخرج انا من هاد لي كومبيتيسيون ماديا؟ هادشي اللي بغيت تسول. صراحه انا كان حيت باسون صاد، كان غير حلم، فهمتي دونك راه باسون ديالك تقدر تولي انكوم ديالك، فهمتي دونك راه ماشي شي حاجه. حتى انك انت حنا درناها باسيون، حنا درنا باسيون انكوم قبل من الكونفيزيون. فوالا دونك داكشي الانكوم كيجي من بعد. اما الا كنتي كتفكر انك غتريني باش غادي دير فلوس وغادي دير، هذه كتبقى مستريسي مع راسك، فهمتي ما غادير والو صح. الحمد لله فهمتي جبت واحد الشيب واعر، شاركت في كومبيتيسيون. بيان سور الناس اللي غيتسائلوا واش ناتشورال ولا ماشي ناتشورال، اما كاين شي كومبيتيسيون غادي يطلع لها ناتشورال، فهمتي. انا ملي كنعطيك بنادم ما كنتش كنفهم الفريق، ما كنتش عنديش فكره، عارف الصاد طوباج خصك تشارك دير، المهم كان داكشي ضبابي. من بعد عرفت بان كاينين الناس اللي واخدين هادشي اللي كيعتبروا حلم، كاين الصاد اللي فريمون عنده هدف في حياته انه يوصل لديك الشيب وكذا. داكشي علاش درنا هاد البلان ديال الدوكيمونتير، باش نقربوا للناس، الناس بحالك مثلا اللي شاركوا دي كومبيتيسيون، ويفهموا علاش انت مشيتي مثلا درتي دوك البي اي ديز، بسبب انك بغيتي تشارك في واحد الكومبيتيسيون اللي هو عندك واحد الحلم من الصغر. هادشي انا صاط ما كنتش فاهم وما كنتش كنتخيل. انا عندي اهداف احلام، كنعرف كيفاش بنادم كيبان ليه الحلم ديالو، وكيفاش شي واحد بالك اتاكي لك صاط الحلم ديالك، كيفاش غادي يبان لك الشخص. دونك دابا قول لي فاش بديتي كتبريباري، شنو اكثر حوايج لقيتي صعيب في البريباراسيون ديالك وانت كتبريباري الكومبيتيسيون؟ من الحوايج اللي صعاب في لي كومبيتيسيون هو الريجيم الصاف، فهمتي الورك اوت ديال كيكون شي حاجه صافي. راه ملي كتدخل انشانس ورك اوت صافي ما كتشوفش الصافي، زائد عندك كارديو زائد ديك اللو كارب، فهمتي صافي فهمتي العذاب. تخيل ما يقدر يبان لك فهمتي طاكوس اصاحبي، ولا شي برجر، ولا شي دونات، ولا هذا صافي راه ما يمكنش. عرفتي شنو هو واحد الاحساس، واحد الحرمان اصاحبي راه بزاف. انا صراحه في الاول كنفكر انني نطلع ناتشورال لعيبه، كاين ما يمكنش تدخل شي حرب لا سلاح. الحمد لله انا استعملت داكشي. كنت خدام مع انسان برو، درت لي زاناليز ديالي فهمتي. ولكن انت اخي معتمد مشيتي عند واحد الكوتش، انت ميم بدلتي المدينه، ما تدخلش على المدينه، اضطريتي انك تبعد على داركم باش تخدم حدا داك الكوتش. دونك قول لنا الكوتش ديالك هذا كيفاش انت خدمتي معاه، وكيفاش اصلا تعرفتي بان الكوتش هذا كيهتم لك عشيري فريمون لمصلحتك؟ كان عندي كوتش اللي مكلف ليا بلونطريمون لعيبات حتى لي زورمون، كان عندي واحد لاسيستون اخر اللي ما باينش هو اللي كنخدم معاه لي زاناليز، هو اللي كيفهم كثار في لي زورمون واللعيبات. احسن سيرتوف ملي كتكون شي حاجه سيريو، خصني يكون عندك اراء ديال جوج الناس مختصين احسن من واحد، خاصهم يكونوا ثلاثه الناس. صافي واش راح ليا انا خير حتى ندوز في الاكسبيريونس. راه كنسولك شكون هو. المهم قلت لك انا كان معايا كوتش، وكان معايا واحد لاسيستون اللي في الخفاء فهمتي، عايش برا، خونا عنده واحد النولج اللي ما يمكنش في راسو بالدومين هذا. خاص يكون عندك حاجه اخرى، خاص تكون انت خاصه حتى تكون قاري على داكشي وباحث وعارف الصح، حيت ملي غيجي عندك كوتش غتبان لك شي حاجه راه ماشي هي اللوجيك، راه غادي تقول ما يمكنش. ها كلشي كاين في يوتيوب الصاد، راه بين هادي ما خصكش تفوت هاد لادوز، وبين هادي ما خصكش تفوت هاد لادوز، وبين هادي ما خصكش تكون كبر من هادي، وهذا هو اللي خاص يكون طاغي في لي زورمون كاملين. دونك كتكون عندك انت واحد النورج في هادشي فوالا. انا المشكل اللي كان طرا ليا واحد السايد افكت اللي ما كانش الصاد ضرب ليه كاع الحساب، هو واحد الهرمون اللي فوالا نضرب بحالك اوف كورس. كنت متراكي كلشي، واحد الهرمون ما كانش واخد ليه واحد المضاد ديالو اللي هو نهضروا على البرولاكسين، فهمتي برولاكسين ما كانش واخد ليه المضاد ديالو. البرولاكسين خاصك كان عندي الاونتي اروماتايز ديال الاستروجين لعيبات، ولكن البرولاكسين ما كانش عندي سميتو المضاد ديالو اللي هو الكايبرغولين، فهمتي ما خديتهاش هايل نقولوا ديك الغده ديك الجلوند فهمتي. دونك كانت عندي حساسات دغيا تانفكتات بالبرولاكسين، طرات ليا كاينو. وباش نفهمو هاد المشكل اللي طرا المعتمد مزيان، غادي نمشيو عند شخص واحد يشرح لنا هاد البلان، وهو ميدزاك. ميدزاك كيفاش كاين؟ نتمنى كلشي يكون بخير، نديرو اموركم طيبة. الوغ الموضوع ديالنا اليوم هو الغاينيكوماستيا. شنو هي الغاينيكوماستيا؟ الغاينيكوماستيا هي الاوفر ديفلوبمنت ديال البريست تيشوز اللي ما خصهمش يكونوا عند الراجل، وماشي الفات سيلز، حيت بجوجهم كيعطيو نتائج مختلفة
اللي واحد هو الجاينيكوماسيا، وملي كيكون عندك فات سيل زايدين كيكون اديبوماسيا. دونك ما خصناش نخلطها بيناتهم. كاينين بزاف ديال الطرق باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين اديبوماسيا وجاينيكوماسيا اللي غادي نقدروا نناقشوا من بعد ليتر اون في هذا الفيديو. يوم فترة تي غاينو دويش مع لاسيستون، الو فلان كنحس بشي حاجه هنايا، طنطن قال لي واش ملي زاناليز مشي درت لي زاناليز، صيفط لي البيون ديال لي زاناليز، لقينا ان برولاكسين طار. خديت المضادات وليت كندخل حتى مضادات ديال الاستروجين. شي في لي كومبيتيسيون ملي كتستعمل الصاد شي دوك المضادات الا بغيتي كتدخلهم ما كيخليوش دوك لو سيكل يعطي الخدمه ديالو مزيان الصاد، ما خصهاش دير وسط السيكل. شوف شي ملي كتدخل المضادات بحال داك السيكل ما كتخليهش فونكسيون مزيان. دونك هنا غادي ندوي على الكوزس، شنو هما الاسباب اللي كيسبوها، وغادي نبداو بالاسباب اللي كيتسبوا عند المراهقين عند الدراري اللي باقيين صغار، اللي هو كيكون عامه هرمون امبالانس، ولكن كيجي من سوء تغذيه، من ماكله اللي كيكون فيها الزيت، من ماكله اللي كيكون فيها السكر بزاف. وللاسف ان في الجيل ديالنا كنشوفهم كاين كيديفلوبيو بزاف سبيشلي في دول الخليج، اللي كياكلوا بزاف ديال الماكله ديال الزيت وبزاف ديال الماكله ديال الحلاوه، داكشي علاش كيكونوا اوبيز وكيكون عندهم غاينيكوماسيا او اديبوماسيا. دونك هنايا غادي نجيو غادي نشوفوا عاوتاني الغاينيكوماسيا كيفاش كتقدر تطور عندك كانت كانسان ناضج وماتور. كتديفلوب عندك بيان سور بدراغ ابيوز، اللي يقدر يكون اي دراغ، اللي تقدر تكون ميثامفيتامين، ماريوانا، ويد، ان بي اي ديز، سبيشلي ذا اندروجينز اللي كيطلعوا البرولاكتين، وبيان سور التستوستيرون اللي كيقدر يتاروماتايز اللي هي يتارمط ويولي استروجين، مما كيخلي انك ديفلوبي اوفر ديفلوبي البريست تيشو ديالك اللي كيوليو غاينيكوماسيا. وهنا للاسف كنحتاجوا عمليه جراحيه باش نحيدوا الغاينيكوماسيا. دونك هنايا غادي نجيو للاسباب ديال الحاجه الثانيه اللي قلت لكم اللي هي اديبوماسيا، وصراحه ماشي كومبليكيتد ماشي معقده بزاف حيت الاسباب ديالها ساهلين بزاف اللي هو سوء التغذيه. كاينه حاجه اخرى اللي تقدر تكون جينات، اللي هي تقدر يكون عندك فات سيلز زايدين في الجسم ديالك، وللاسف يكونوا زايدين فات سيلز في الصدر ديالك، مما غادي يخليك اي حاجه كليتيها ما زويناش غادي تزاد فيك وتغلط وغادي يبان لك بحال عندك غاينيكوماسيا. ولكن كاين الحل، كاين الحل، وكاين كيفاش تقدر تعرف بلي واش عندك غاينيكوماسيا ولا اديبوماسيا. صو هنايا بير ودمي غادي نقول لكم الحل دابا. صو هنايا غادي نتكلموا على الفرق ما بين الاديبو والغاينو، وكيفاش نقدروا ندير لهم التشخيص، كيفاش نقدروا نعرفوا الفرق بيناتهم. اول حاجه قبل كل شيء صراحه لي زاناليز هما اسهل حاجه اللي تقدر دير، هرمون البلاد ورك اللي كيكونوا كيشملوا تستوستيرون اي 2/استراديول برولاكتين، هادو غادي يعطوك فكره كبيره انت والطبيب ديالك باش تشخصوا واش غاينو ولا اديبو. حاجه واحده اخرى اللي تقدر ديري دابا بيان سور ما توفرنش لك فلوس ديال لي زاناليز ولا you just want to know it casually، هي انك تمشي عند اندوكرينولوجيست / طبيب غدد، هما كيديروا واحد لو تيست سميتو ذا بينش تيست. ذا بينش تيست هو كياخذ الحلامه ديال الصدر كيبينشها كيقرصها وكيعرف اذا كانت اوفر ديفلوبد غاينو كيعرفها، واذا كانت اديبو كيعرفها بيان سور حيت الفرق بيناتهم هذه اتس اوفر ديفلوبد بريست تيشوز والثانيه اتس فات سيل، سو فرق كبير بيناتهم ولا بد اصحاب الاختصاص يعرفوهم بلا ديزاناليز اذا كانوا اوفر ديفلوبد، اذا كانوا واصلين للستيجز الاخرين ديالهم. اما في الاول بيان سور كغادي خصك تحاليل باش دير. دونك داكشي اللي طرا ليا ملي ندخل لديك المضادات فهمتي، طرا لي واحد لاشيوت العباد ما كنتش كاع باغي نشاركها في كومبيتيسيون، كنت غنحبس، ولكن داك الوعد اللي كنت عاطي الناس والعباد طلعت والحمد لله والله الا ساتيسفا برو، حيت الهدف الصاغ ماشي الهدف انك غادي تضوبي باش تمشي للبحر ولا شعيقه الصاغ ولا فهمتي، لا هذا في الصاطر كومبيتيشن بريباراسيون ورا كارير. وباش نتوما تفهموا هذا البلان اكثر الدراري، ماد ساك غادي يجي دابا وغادي يشرح لنا شنو هما الحالات اللي كيجي فيها الكاينو ولما كيقدروا يجيو بالضبط، يعني ماشي بالضروره انه كيدوي على معتمد وهذه الحاله ديالو، ولكن باش نتوما تقدروا تفهموا كاع الحالات اللي كيقدر يجي فيها الكاينو. سو هنايا غادي نجيو لا كونكليزيون ديال الغاينيكوماسيا واللي هي صراحه شويه معقده، سو كنبغي انك تحل عقلك تركز معايا. اول حاجه شنو هو المين فاكتور ديال انك تقدر تاخذ غاينيكوماسيا؟ هي نورمالمون كتشوفوا بزاف ديال الزاتليت مع لي كوتش فيما كيكون عندهم غاينيكوماسيا، اف يور كوتش از سمارت اذا كان ذكي غادي يعطيك كابرغولين دوستينكس ويتش لور ذا برولاكتين، ولكن ات كامز ويز ا لوت اوف افكتس اللي هما خايبين، ولكن او موا كينقص لك من ذا غاينيكوماسيا اذا كانت يلاه باديه. ولكن ملي كتقول بلي البرولاكتين هو اللي كتنقصو كيدير غاينيكوماسيا، واش البرولاكتين هو اللي كيدير المشكل ديال الغاينيكوماسيا؟ نو اتس نوت. البرولاكتين كيقدر انه يكوزي سوربريس الغونادوتروبين اللي ويتش غانا ليد يو تو الهايبوغونادزم في الانتيريور بيتيوتري جلاند، اللي غادي يخلي التستوستيرون ديالك ينزل ولا الهرمونات الرجاليه الاندروجين ليفلز ديالك كامل ينزل، وغادي يخلي الاستراديول يطلع، مما غادي يخلي انه ملي يطلع الاستراديول بيان سور اللي غادي ديفلوب لي انلارجمنت ديال البريست تيشو. نجيو للكيستيون والكونكلوزيون نيميرو 2، واش الغاينو سيريس؟ واش الغاينو مشكل كبير؟ جينيرالمون لا، مي
للناس الكبار يعني اذا كنتي يشوف هو يتكد بي سيريز جوج الحالات اذا كنتي غلايد وما كلتك لا فيراي وثاني حاجه اذا كنتي ميل اكثر من 35 عام تاري بغينا نباركو المعتمد غيتزاد عنده وليد ان شاء الله وليد البنيه وليد ان شاء الله تا هو كيز خويا معتمد دونك دري باركو المعتمد ان شاء الله يتربى في عزك اخويا دابا قلنا شنو استفدتي اول حاجه من الاكسبيريونس ديالك في يوتيوب كيوتيوبر الصاد خرج من واحد الحي شعبي وقدر يفرض راسو قدام الصاد الانترنت كامل او شنو استفدتي من التحديات اللي جاوك في الكومبيتيسيون الكومبيتيسيون اللي دوزتي كامله استفدتي من هاد اللعيبه بجوج هادشي كامل غدوز للوليد ديالك اللي جاي هاد 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 التجارب كاملين الصاد اللي كندوزو راه ديسون الحياه كدوزهم للناس اللي غتجيب انت من بعد احسن امتحان فهمتي دوزتو في حياتي هو الميسكي لاسونسات وديك ترانسفورماسيون اللي درت تقدر تبارطاجيها كيفاش كنت وكيفاش وليت هذيك هي احسن تشالنج درتو داك التشالنج اللي درتو منين وصلت لذاك الشيء منين وصلت درت ديك ترانسفورماسيون صاد ما بقاش كتجيني شي حاجه صعيبه دونك الدماغ ديالي داك لونكونسون ديالي يعني كتقول راسك شو انا كيفاش كضعيف وشو كيفاش وليت يعني هاد لا ديسيبلين كامله اللي درت وهاد الهارد وورك وهاد الشيء كامل دونك راه هادشي الا درتو في دومين اخر راه غادي نوصل الصاد دونك ما كيبقاش عندك واحد ليميت في الدماغ ديالك واش انا اللي كنصح الناس بنادم خاصو يترينا صافي دابا حنا كان لونفيرونمون ديالنا خير فوالا السلطان نورمالمون لونفيرونمون خير الا كانت عندك واحد لينيرجي صاحبي وما عرفتيش فين تفرغها صافي قنبله صافي انا كنقول بنادم في لادوليسونس شي في المراهقه قنبله موقوته صافي حنا داكشي اللي درنا كيبان ساهل بيناه ساهل ولكن ماشي ساهل ولي زيكزامبل عندك بزاف اللي جاوا من بعد وما قدروش عشيري يديروا حتى نص ماشي كنطيحوا بنادم مي بنادم ما قدرش زعما يحاول يحط داكشي اللي حطينا حنايا ولكن كنتمناو للتوفيق للجميع خويا معتمد هادشي اللي درنا حنا شوف حاجه شوف انا فرحان فهمتي والله الا كنشوف دابا دراري ديجا كان حنا الانسبيراسيون ديالهم بس ملي كنقول شوف ملي كنقول معتمد راه كنقولوا شوف حيت كان عندنا كوميونتي وحده راه كنا المغرب كانوا شوف كانوا نفس الدراري اللي كيترينيو كانوا يتفرجوا فينا واحد كان ايكيب معتمد واحد كان ايكيب سوا فهمتي وداكشي فهمتي داكشي وكانوا في ليميطاب الصاد اللي جاو عندك حتى ليميطاب ديالك راه جاو عندي انا ليميطاب ديالي والله صاحبي اشوف باش تمشي شي مدينه ويجي عندك صاحبي كفه ديال البصر راه باش تعرف راه كانت واحد الحاجه زوينه كانت واحد الانرجي واعره حتى الدراري دابا تبارك الله والله الا ابطال دابا ابطال المغرب الميساج الاخر اللي بغيت نوصل دونك بنادم يبقى بوزيتيف فهمتي تبقى النيه ديالك صافي وعرف عرف فاش كتفرج الصاد فهمتي عرف الناس اللي غتتبع خذ واحد الانسبيراسيون اللي غتكون زوينه اللي ما غاديش تاثر لك على النفسيه ديالك فريمون ولينا عايشين في واحد العصر الصاد شوف راه داكشي نقدر نقول لك داكشي متحكمين فيها الصاد بغاو يتحكموا في العقل ديال البشر بواحد الكونتنت توكسيك اللي خاصهم يخرجوا واحد جينيراسيون اللي كلهم لوزرز الصاد فهمتي اخر كلمه اللي غنقول لك اخي معتمد ابار لي كومبيتيسيون ابار هاد البلان ديال الطوباج ابار البلان عشيري اللي درتي انت ما دويش على راسي دابا البلان اللي درتي ودوك الفيديوهات عشيري اللي كنتي كدير واللي كنتي كتحط الناس واللي باقي لحد الان صدقه جاريه وغتبقى ديما علاش حيت اي واحد كيتفرج وكيشوف فيديو ديالك وكيهصك عشيري وكيمشي يقصد لاصال لي تريني راه صدقه جاريه اخي دونك لا فامي بزاف كيتساءلوا معتمد فين غبرتي اش كاين حنا ماشي من داك النوع اللي غيعطيك شي اكسكيوز على فهمتي غيقول لك انا عندي ولا عندي شي مشكل ولا عندي هذه دونك حنا ما عندنا والو حنا دابا فول انرجي الدراري حطينا السلاح ارتاح وغنرجعوا نكملوا داكشي اللي بدينا بواحد انرجي زوينه واحد كونتوني اللي غيكون حتى هو زوين دونك هذا مكان لا فامي بالبلوه والدراري اللي حابسين خاصهم يرجعوا وهذا مكان ان شاء الله